أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله خلال رعاية سموها للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أن المجلس يمضي قدما في مسيرته الجادة في إطار عمله المؤسسي الذي يؤهله لأن يكون أحد أهم الآليات الوطنية الكفيلة بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في مجال تعزيز نهضة المرأة البحرينية باعتباره أحد العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله. وبهذه المناسبة رفعت سموها تهانيها إلى أهل البلاد المفدى مؤكدة أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى في مختلف المجالات. وخصت بالذكر مبادرة جلالته بإصدار جميع القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة المرأة وتهيئة البنية القانونية اللازمة لتعزيز قدرة المرأة على إثبات جدارتها وأداء دورها الأسري والعملي والمجتمعي بشكل كامل والمساهمة في نهضة وازدهار وطنها. وأشارت سموه إلى أهمية المبادرة إلى الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة وبما يضمن تعزيز استقرار الأسرة البحرينية، كما أكدت سموه على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها. ولفتت سموها إلى أن أبواب المجلس الأعلى للمرأة مفتوحة لتلقي جميع الآراء ووجهات النظر، مشيرة إلى وجود قنوات تواصل مؤسسي فاعلة لتلقي جميع المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة بمكوناتها المرأة والرجل والأبناء، سواء من خلال لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية أو لجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، إلى جانب القنوات المفتوحة مع مختلف مؤسسات الدولة. وهنأت صاحبة السمو الملكي منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة ودعتهم إلى المزيد من الجد والاجتهاد في عملهم لتعزيز حضورهن في أماكن عملهم وترقيهن الوظيفية، مشيدة سموها بجميع الجهود الوطنية الرسمية والأهلية التي تمكنت من إبراز مكانة المرأة البحرينية وما حققته من إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما أكدت سموها على أهمية تعزيز التواصل مع العالم الخارجي سواء من خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية أو من خلال استقطاب الوفود الخارجية وإطلاعها على جهود ومنجزات مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة وما وصلت إليه من تطور لافت في مختلف المجالات ومن بينها الخدمات التي تقدم للمرأة والأسرة والطفل. وخصت سموها بالذكر أهمية المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية هذا العام والذي يعقد تحت عنوان المرأة والقانون مسيرة وإنجاز تحديات وتطلعات، وذلك تزامنا مع تخصيص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، مؤكدة سموها ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات منهجية على صعيد إبراز قصص نجاح المرأة في هذا المجال الحيوي وتعزيز حضورها. وأعربت سموها عن شكرها لجميع المؤسسات الشريكة للمجلس الأعلى للمرأة في إنجاح الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، وخصت بالذكر المؤسسات القانونية والعدلية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ومختلف منتسبي السلك القانوني والعدلي. من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة بهذه المناسبة أن ما تحقق خلال عقد ونصف من الزمان ما يجعلنا نعتز بما أنجز في هذه الفترة الزمنية المفصلية من تاريخ البحرين الحديث، ففي هذا العام يحتفل المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسه وما حققه المجلس من إنجازات ومكتسبات رائدة. من جانبها رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر، وأكدت أن مؤسسات القطاع العدلي والقانوني تعمل بكل جدية في تقليص أي فجوات نوعية أو إدارية بين المرأة والرجل عبر وضع التدابير الملائمة وتوفير الخدمات الداعمة التي من شأنها أن تستديم مشاركة المرأة الفاعلة في كافة مجالات العمل، متطلعة في هذا الصدد إلى تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص التي استكمل تشكيلها في المؤسسات القانونية والعدلية
وهو إنجاز لافت في حد ذاته، وإشارة صريحة إلى مراعاة نظام العدالة لاحتياجات المرأة البحرينية سواء على مستوى التطبيق أو التدريب أو الوعي والثقافة المؤسسية أو كفاية الهياكل الإدارية وتسهيل الوصول للخدمات والمساعدات القانونية. وشهد حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية عرض قصير بعنوان المرأة في التشريعات الوطنية و15 عاما من الإصلاح والتطوير، كما تم الإعلان عن البحوث الفائزة في مسابقة أفضل بحث حول التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية لطلبة كليات الحقوق بالجامعات. هذا وحضرت صاحبة السمو الملكية عمل الجلسة الأولى التي ناقشت محور أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في البحرين. في جلسة ترأستها سعادة الأستاذة المحامية لول وصالح العوضي مستشارة قرينة ملك مملكة البحرين. شارك فيها كل من القاضي الشيخ حمد بن سامي الفضل الدوسري رئيس المحكمة الكبرى الشرعية، والدكتور محمد وليد المصري أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة، والمحامي الأستاذ فريد غازي رفيع عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. اليوم فخر للمرأة البحرينية واللي أنا واحدة منها أن نبرز صورة للمرأة البحرينية بكل أوجه ما شاء الله نجاحها، وبنشتغل مثل ما اشتغلنا قبل، بنشتغل مع الوزارات المعنية والجهات المعنية مساندة الأسرة البحرينية الرجل والمرأة والطفل، فإن شاء الله نوصل وياكم جميعا ونتكاتف إلى أن نشوف المبنى الخاص إن شاء الله يطلع لنوية ويحافظ على كرامة الأسرة، وإن شاء الله نشوف قانون الأسرة اللي يضمن كرامة الأسرة البحرينية جميعا. ويعني الحقيقة ما أقدر أقول أكثر لأن الإخلاص في العمل شرف لنا، وهذه شرفنا خدمتكم، فالحمد لله وبالتوفيق، وأشكركم جميعا على الحضور. في نسخته الثالثة ينطلق المؤتمر الوطني للمرأة البحرينية تحت عنوان المرأة والقانون مسيرة وإنجاز تحديات وتطلعات، كبداية لفعاليات يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي هذا العام بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. يأتي هذا الموضوع أيضا ليكون شعار يوم المرأة البحرينية للعام الحالي في إشارة متأنية ومدروسة من لدن سموها بأهمية القانون في حياة المرأة، انطلاقاً من حقها الأصيل في التماس العدالة والحصول على سبل الانتصاف الذي يعتبر من مظاهر سيادة القانون في سياقات ومسارات العمل التنموي، واستناداً إلى المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون دون تمييز. كما تمتد مظلة البحث في أورقة إنصاف القانون للمرأة لنقيس مشاركتها الفعلية كيد مطبقة للعدالة وكفاءة قادرة على حماية مكتسبات ومنجزات نظامنا القانوني الوطني الذي يعود بتاريخه الحديث إلى أكثر من 80 عام. يناقش المؤتمر في أيامه الثلاثة أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في مملكة البحرين، الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، وواقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي. يأتي هذا المؤتمر الوطني ضمن الاستراتيجية الوطنية المباركة لأجل أن تضع المرأة في مكانها الصحيح في المجتمع، المرأة التي كفل الإسلام حقها وكفلت الدساتير الموضوعة حقها في أن تكون فعلا هي إنسانة تتميز بأن تكون أم صالحة وبنت صالحة وتكون ربة بيت صالحة وتكون عاملة في المجتمع تنشئ الأجيال وتعمل في المجتمع كإنسانة مثلها مثل
أي مواطن ذكر يعمل في المجتمع ليخدم ويرفع راية وطنه في كل مكان. المرأة تلعب دور هام وبارز في المجال العدلي والقانوني، فهي ستعمل على مسألة تجويد تلك الخدمات القانونية التي نصت عليها التشريعات، والتي أيضا تضمنت التشريعات إصدار القرارات المنفذة لها. وجودها أيضا من ضمن المنتسبي وزارة العدل في كافة الإدارات المناط بها. يأتي مؤتمر المرأة والقانون في مرحلة جدا متقدمة بعد ممارسة عملية لمجلس المرأة خلال 15 عام، ونحن نحتفل بقيادة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم حفظه الله، وأيضا على اعتبار بأن المرأة جزء أصيل من مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وكل ذلك يأتي في إطار دفع الجهود المجتمعية لمكانة المرأة خلال الأعوام السابقة والقادمة. نستطيع أن نقول بأن اليوم بعد 15 سنة المرأة تبوأت مكانة متقدمة جدا في المجال القانوني. المجلس الأعلى للمرأة ينظم هذا المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني وبمشاركة المؤسسات الرسمية المعنية بالمجال القانوني والعدلي، وهي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني. يأتي المؤتمر اليوم بحضور أكثر من 300 مشارك ليكون انطلاقة لفعاليات يوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. كما تهدف فعاليات يوم المرأة البحرينية هذا العام إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال القانوني وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970 وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني. المرأة البحرينية تبوأت أعلى المناصب في المجال القانوني والعدلي، أصبحت رئيس جمعية المحامين، أصبحت قاضية في المحكمة الدستورية، أصبحت تتبوأ منصب رئيس نيابة جزئية، وصلت إلى درجة محامي عام وهي من الدرجات الرفيعة في النيابة العامة، أصبحت رئيس محكمة جنائية ورئيسة لغرفة المنازعات والكثير من المناصب. وصلت المرأة لكافة هذه المجالات، وذلك طبعا لن يكون دون دعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. والدعم هذا اللي يعني نحصله من المجلس الأعلى للمرأة بيعطينا دافع لمزيد من العطاء في هذا المجال. كما تحاول فعاليات يوم المرأة البحرينية هذا العام استكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال القانوني والعدلي. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.